الهدف من هذا الملتقى هو المصادقة على خريطة الطريق، وهذه خريطة الطريق فيها سيكون فيها إن شاء الله بعض النقاط اللي هي مباشرة وبراغماتية جدا، معناتها اللي يتمكن إن شاء الله كل الحكومات الإفريقية أنها تسهل للشركات الناشئة التوسع على المستوى الإفريقي. يخص هذه النقاط على سبيل المثال تنقل المواهب، لأنه اليوم صعب جدا المواهب الأفريقية لأنها تتنقل في الدول الإفريقية. يخص أيضا الاستثمارات المحلية، لأنه ما لاحظناه في الماضي هو أنه أغلب الشركات الناشئة اللي تستقطب الاستثمارات هي استثمارات أجنبية على إفريقيا، وفي حين السوق المالية الإفريقية لا تلبي حاجيات الشركات الناشئة الإفريقية، وهذا مشكل حقيقي. أحي بعض النقاط أيضا الذي سوف يتم التطرق إليها هو إنشاء شبكة من مسرعات وحاضنات الأعمال لزنكيباتر. هذه الحاضنات في كل دولة إفريقية راح يمكنوا أصحاب المشاريع أنهم ينشؤوا فروع لهم بطريقة سلسة. أحد النقاط أيضا إن شاء الله سوف يتم التطرق إليها هو إنشاء آليات تمويل مشتركة، لأننا نحتاج اليوم إلى تمويل هذه المشاريع، ولما لا إنشاء هيئة إفريقية تعنى بموضوع الشركات الناشئة. كل هذه مواضيع سوف يتم التطرق إليها خلال القمة الوزارية.